مرحبا بكم مشاهدينا الأوفياء في الحلقة الثالثة من برنامج مثل وحكمة. حلقة اليوم خصصناها للحديث عن الأمثلة اللي تطرقات القول كلمة الحق. كلمة الحق هي قذيفة ربانية في وجه الباطل، كتزلزل كيانه وكتحطم أركانه. قول كلمة الحق ما هي إلا جرأة نفسية، لكن احنا في زمان صبحت فيه أعظم الأشياء رخيصة وتغير فيه معنى المبادئ والمفاهيم. الكذب أصبح مجاملة، والنفاق ولبس الأقنعة شطارة، والسكوت عن الظلم مسالمة. كلمة الحق عندها ضريبات شكا منها كل من قالها. فشحال من واحد سكت على كلمة الحق؟ لو كان قالها كان غادي يرد الظلم على إنسان مستضعف، أو يحفظ الحق المولاه، أو يسكت ألسنة الناس عن تلويت سمعة شخص غائب. زمان كان الرجل كيقول نقول كلمة الحق ولو على رقبتي. فشنو وقع اليوم؟ واش تغير الإنسان أو تغير الزمان؟ وفي أين درب تاهت كلمة الحق؟ تساؤلات غنحاولوا نشوفوا أجوبتها مع آراء الشارع من خلال مثل اليوم اللي كيقول راح ذك الزمان وناسو، وجاهد الزمان بفاسو، اللي يتكلم بكلمة الحق يهرسوا له راسو. نشوفوا آراء الشارع. اكثريه الناس اللي كيبغي يقول الحق يجيبها في راسه، لان العصر دابا الناس ما بقاتش، كل واحد دا في سوق راسه، كل واحد داخل سوق راسه، ما بقات لا معاونه لا صحبه لا والو. تمن الاخ هو في المجي قبل الاخر، تمن الاخ هو في هذا الزمان فقدت، ما بقاش الاخ هو ديال زمان. دابا كل واحد كيعرف راسه. هي في كلمه الحق بعض المرات تقدر تقولها، تقدر تغامر. الا كنت انت مثلا صافي ما عندك حتى شي خلفيه اللي تخاف عليها، ولا ولكن انت عندك واحد العائله تبعك وواحد مسؤوليه، راه ما تقدرش تغامر. تقدر تدخل تزاق وكف طهرك، ولا يضربك شي واحد، او يكونوا كيداب زوج يضربك بشي شفره ولا شي حاجه، راه عتبقى الوالده ديالك مورك، ما حتى شي تغامر. كلمه الحق ما غاديش يهرب عليه الانسان، خص الانسان يكون الحقيقه. لقيت الانسان بقى ديما يهرب على الحق، يهرب لقيت قديما الانسان يلقى صعوبات في الشارع، يلقى شحال من حاجه. وكاين اللي كيقول وكاين اللي كيخاف، داكشي يعني بنادم كله والنفسيه ديالو. كاين اللي يقدر يدافع على واحد السيد مظلوم، وكاين اللي بحال كيتخوف كيخاف. ايوا سيرتو بعد كورونا دابا بعد كورونا دابا كيشوفوا شي واحد مسكين غير شدوا الرياح طاح، ما كيبغوش. كانوا بكري كيشوفوا الانسان طاح كيديروا له الريحه البصله، يديروا له السوارت وتعاونوا. دابا كيشوفوا طيح كلشي كيهرب، راه فيه كورونا كيتقلعك. شتا القضيه شتا بصح. الانسان يقول كلمه الحق ضروري. لا الحق هو كلشي، يعني احنا مع الحق. ممكن تقول كلمه الحق في اي واحد كما كان، راه الحق هو اللي كاين. بعض المرات يقدر يقول الحق، وبعض المرات ما يقدرش يقول الحق. مثلا مني انا واحد المره تدخلت باش نفك واحد المشكل جوج العو صغارين، فرقتو مشيت كنشوف واحد خانه كبير مني، جا ضربني قال لي ضربتي لي ولد اختي صغير. انا درت انا كفطار. اللي بغات تكون المهم الانسان كلمه الحق خصها تقال. ريح ضمير ديالو بطبيعه الحال. هاد الشهاده غادي توقف عليها، غتوقف عليها غدا قدام الله. الشهاده اللي ما شهدتيش بها بالحق هنايا في الدنيا، راه غدا قدام الله تحاسب عليها. اذا مشاهدينا كانت هذه اراء الناس حول كلمه الحق. والحكمة المستخلصة أنه مهما تغير الإنسان أو الزمان، ومهما كانت كلمة الحق مكلفة، إلا أنها راحة نفسية ومنحة إلهية. ورغم أن كلمة الحق مرة، فما نزيدوهاش مرارة بأسلوبنا. اللي بغى يقول كلمة الحق يقولها باللطف واللين والرفق، وكيف قالوا سيدنا الولا لا يموت حق وراءه مطالب. إلى اللقاء.